أهلا بيكم. إن الله جميل يحب الجمال. ربنا أنعم علينا بنعم كتيرة وكبيرة ومتعددة، ومن أهمهم نعمة الجمال. نعمة الجمال بتبعث في روحنا وفي حياتنا التفاؤل والطاقة الإيجابية وحب الحياة. لما الزوج بيدخل على زوجته ويلاقيها متزينة وجميلة، أو الزوجة تشوف زوجها جميل ووسيم ونظيف، بيبدأ الحياة والعلاقة بينهم تختلف ويشعروا بالسعادة ويبقى بيتهم مليان طاقة إيجابية. لما نهتم بنفسنا وننزل من بيتنا وإحنا مهتمين بجمالنا وبنظافتنا وبوسامتنا، بيبدأ يبقى عندنا ثقة بالنفس، وبالتالي بنقدر نشتغل أكتر وننتج وبنشعر بطاقة إيجابية ونقدر ندي أكتر. علشان كده انا جايه لكم النهارده هتكلم في موضوع مثير جدا، وهو هي حلقه خاصه عن الجمال. هنتكلم عن الجمال والاهتمام بالجمال من خلال الطب، مع حوار خاص ولقاء خاص مع دكتوره امال محروس، اخصائيه الجلديه والليزر والتجميل، الاساليب الطبيه الحديثه، الليزر، اهتمامنا ببشرتنا، بجلدنا، البوتوكس، الفيلر. اي حد يحب يتواصل معانا من خلال الارقام اللي هتظهر على الشاشه. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مع دكتورة أمال محروس، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، وحلقة شيقة جدا عن الاهتمام بالجمال. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك. منورانا طبعا النهاردة. ربنا يخليكي نوركم طبعا. الأول عايزين نتكلم كده عن الجمال، وعايزين كده كلمة بسيطة أو طريقة بسيطة لكل بنت إزاي تهتم بجمالها، بجمال جلدها وجمال بشرتها بشكل يومي. تمام. اول حاجه عشان احنا اصلا نبدا نهتم نعمل الكير الطبيعي بتاعنا، لازم كل حد يعرف طبيعه بشرته. لازم اعرف بشرتي دي دهنيه، جافه، مختلطه، عاديه. تمام. ده البدايه كده. اوكي. كل بشره ليها طريقه في التعامل معاها. الاول اعرف نوع بشرتي ازاي. انا لو بشرتي دهنيه هبص الاقيها انها بتلمع على طول، احط ميك اب الاقيه بيسيح على طول. تمام. ما بتستحملش. البشره المعرضه اكتر انها تطلع حبوب. ايوه. دي البشره الدهنيه. البشره المختلطه بتبقى بشره الاثنين مع بعض، جف يعني من الجنب جافه، ومنطقه التي زون دي بتطلع دهون كتير. في سيستم معين يومي بشكل عام لاي نوع من انواع البشره نمشي عليه من الصبح كده بالليل، نبدا نمشي عليه بحيث ان احنا نحافظ طبعًا على جلدنا وبشرتنا؟ طبعا طبعا. احنا نبدا بالايدج الاول حسب العمر بتاعنا. يعني احنا طبعا الكير بتاع العشرينات غير كير الثلاثينات غير كير الاربعينات. تمام. في حاجه مهمه جدا يعني يعتبر متوحده على كل انواع كل الايدجز بكل انواع البشرات، وهو سان بلوك، واقي الشمس. سان بلوك ده حاجه مهمه جدا. انا من عمر سي مثلا من العشرين وانا لازم احط سان بلوك. الكلام ده واحنا خارجين صيف شتاء. ده بالنسبه عشان للكير، عشان نحمي نفسنا من اشعه الشمس. ده بالنسبه للكير. طيب لو نفترض ان انا قاعده في البيت وعايزه اعتناء يومي ببشرتي، انا قاعده في البيت بصحى الصبح اعمل ايه وبهتم ازاي، وقبل ما بنام بعمل ايه؟ تمام. برضو قلت لك لازم نعرف نوع البشره. عرفنا نوع البشره هنعرف انا بجيب غسول ينفع لبشرتي الدهنيه ولا لبشرتي الجافه. تمام. عرفت نوع بشرتي هعمل ايه بقى الكير؟ اول حاجه طبعا اهتمام بنظافه البشره نفسها مهم جدا. اوكي. اول ما بصحى الصبح سي انا بشرتي جافه، لازم احط المرطب بتاعها. بعد نص ساعه ابدا احط صن بلوك وانا نازله او وانا قاعده في البيت. صن بلوك وانا قاعده في البيت. ايه بقى اهميه صن بلوك وانا في البيت؟ احنا في بيوتنا العاديه اضاءه الشمس اللي داخله حتى من الشبابيك العاديه دي اضاءه يعني هي بتاثر نفس التاثير لو انا نزلت في الشارع. سيان. اوكي. لكن صن بلوك ده ملهوش اي سايد افكت، اي اثار جانبيه؟ بالعكس خالص، سيف سيف جدا، وبالعكس هو بيحمي لي بشرتي من كل حاجه. اشعه الشمس دي اكتر حاجه مضره لينا. اشعه الشمس بتخليني بشرتي تجعد بسرعه، بتطلع تصبغات بطريقه عاليه جدا، فاشعه الشمس دي حاجه مضره جدا. فالصن بلوك ليه بقول لك ده الحاجه السحريه بتاع البشره. طب بالنسبه للسكرابات،
تنصحينا ان احنا نستخدمها بشكل يومي؟ يعني حضرتك قلتي لا. اول لما نصحى من النوم بيبقى فيه غسول وبنحط سان بلوك، ممكن بقى في اثناء اليوم لو اعمل البشره، لو البشره الدهنيه هحط سان بلوك على طول، سان بلوك. لو بشرتي جافه هحط الاول الكريم المغذي ايوه او الكريم المرطب واستنى ربع ساعه نص ساعه وابدا احط سان بلوك. تمام، واحط سان بلوك قبل ما بنزل ما بتعرض للشمس بربع ساعه او نص ساعه. اوكي. لكن السكرابس زي ما بتقولي يا اميره، السكرابس دي المفروض ان انا بستخدمها على حسب برضو البشره، على بشرتي لو دهنيه هستخدمها من مره لمرتين في الاسبوع. اوكي. الجفه لا، مره في الاسبوع كفايه قوي، هي لان هي حاجه اوريدي بتعمل سكراب اكسفوليشن للبشره. فانها يعني ممكن تعملي دراينس شويه في البشره، فالمفروض ان انا بعملها بستخدمها بس بليمت برضو. طب قبل النوم؟ قبل النوم مهم جدا، في حاجه اسمها نايت كير وفي حاجه اسمها دي كير. الدي كير اللي هو كريم المرطب الصبح، والنايت كير اللي هو الكريم المغذي للبشره بالليل. ايوه تمام. على حسب برضو بشرتي الفكره. كلها ان انا خلاص عرفت الكريمز اللي تنفع مع البشره دي، فانا بروح اجيبها من الصيدليه. تمام، او الدكتورز بيقول لي عليها. طيب لو نفترض ان انا بقى شخصيه موسوسه وبخاف من الكيميكلز وحابه اعمل اعتناء يومي بس بحاجات طبيعيه. جميل قوي. الحاجات الطبيعيه جميله جدا. زي تمام. في سكرابز كتير جدا من الحاجات الطبيعيه بتاعتنا. ممكن نلاقي مثلا لو سمعتي عن ترمس المطحون، ده نوع من السكراب هايل جدا للبشره. تمام. في انواع كتير. زيت الزيتون يعني ايه رايك فيه؟ جميل، بس هو هيتحط مع حاجه. يعني في احيانا بيبقى زي مثلا زيت الزيتون مع ليمون والملح كنوع من السكرابات. جميل. رائع. السكر الخشن، في حاجات كتير جدا طبيعيه رائعه جدا. ويعني لو عملت الماسكات الطبيعيه دي بشكل يومي بيبقى برده ممكن يبقى ليها سايد افكت على البشره؟ بصي، كل حاجه ليها الفايده بتاعتها، ولو زادت هتضرنا، ده طبيعي. فانا لما بعمل سكراب زي ما قلت لك، هنعمل سكراب مره مرتين في الاسبوع حسب نوع بشرتي. لكن انا هعتني بايه؟ ممكن حاجه ماسك كويس قوي للناس اللي يعني ده مش هيضرنا خالص، وعلى حسب نوع بشرتنا. الزبادي كويس جدا للبشره لو حطيته يوميا 3 مرات في الاسبوع، كويس جدا. تمام. لو انا بشرتي جافه ممكن احط، لو انا بشرتي دهنيه احط عليه الخميره. بس طبعا ما زودش قوي يعني. طب هل الحاجات الطبيعيه دي بيجيب نفس الايفكت او النتيجه الريزلت بتاع الكيميكلز اللي هو الكريمات الداي كريم والنايت كريم والكلام ده؟ بصي، هو لا غنى عن الكريمز، يعني الكريمز دي لا غنى، يعني انا ما ينفعش ان انا يعني اهتم ابقى انا فعلا حد مهتم ببشرتي من غير ما احط كريمز. دي حاجه يعني لا غنى عنها، بجانب انا بعمل حاجه ببرر لبعض. بهتم ببشرتي في البيت اوكي بالكريمز وبالحاجات الطبيعيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش ما اعملش جلسات. ما ينفعش. طيب بالنسبه بقى الجلسات، نبدا نشوف الجلسات. انا عرفت او سامعه ان في جلسات ليزر، وفي عندنا بيبقى حقن لنضاره البشره. انا بقى انا عايزه اعمل سيستم شهري لنفسي للاعتناء ببشرتي، قولي كده امشي ازاي؟ هنمشي زي ما قلنا، اهتمام الكير العادي اعتناء يومي بالاعشاب او الدي كريم او النايت كريم، اعرف بشرتي، ابدا اتعامل معاها، سكرابات مرتين في الاسبوع. اوكي، انا بقى حابه اعمل الجلسات عشان تعمل لي نضاره اكبر اكتر. يبقى كل قد ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على البشره النورمال، يعني البشره اللي ما فيهاش عيب. يعني ايه ما فيهاش عيب؟ يعني ما فيهاش حبوب. لان لو فيها حبوب هعالج الحبوب الاول، مش هينفع ان انا اعمل كل ده وانا عندي حبوب يعني فيها بكتيريا محتاجه انها تتعالج. اوكي. انا بعمل كده برضو مع البشره اللي ما فيهاش اثار حب شباب. تمام. بعمل كده برضو لوحده مع البشره اللي ما فيهاش تجاعيد. يعني كل ده مع البشره النورمال اللي هي الفئه العمريه الطبيعيه السويه. لا، مش الفئه العمريه، البشره النورمال، بشره ما فيهاش مشكله محتاجه دكتور زي يعالجها لي. اوكي. البشره اللي محتاجه دكتور، عندنا حب شباب لازم نعالجها طبعا، يعني نعالجها وبعدين نشوف. لو ازاي بقى حب الشباب؟ في طبعا حاجات يعني كريمز موضوعيه، في حاجات لو عايزين بقى ريزلت سريع، احنا في عصر السرعه. في ادويه طبعا، يعني يعني هل في جلسات لعلاج حب الشباب؟ في جلسات لعلاج حب الشباب، بس لا غنى عن الادويه اللي انا باخدها بالفم. يعني لو انا عايز حاجه سريعه في خلال 4 5 6 شهور، مش اقل من كده. لو احنا الحاله محتاجه علاج، يعني الحاله قويه شويه. لكن لو الحاله بسيطه ممكن الادويه الموضعيه البسيطه تجيب نتائج زي الفل. طيب نرجع بقى للبشره السويه. عايزه اعتناء، هو بس انا عايزه اعتني ببشرتي، ابقى على طول بشرتي نضره ومشرقه.
ما عندناش مشكله في بشرتنا، طبيعي ما عندناش مشكله في بشرتنا خالص، وكل الفكره بس ان انا عايزه احافظ على بشرتي. انا مش عايزه ابص الاقي خط كده او خط كده، او مش عايزه الاقي مشكله. طبعا احنا بننزل في بنشتغل بالتلوث اللي احنا فيه، ضغط عصبي ممكن التلوث اللي احنا فيه اصلا لوحده كيف ان هو يبوظ اي بشره. بالظبط كده، بنلاقي البنات وهي عندها 25 سنه انت لو بصيتي لبشرتها بدات تجاعيد تظهر. انا بحس ان هي مش 25 سنه، لا فعلا، ومنطقه حوالين العين دي اكتر منطقه بيبدا فيها تجاعيد بتظهر، عشان هي منطقه حساسه شويه. فالجلسات للبشره السويه، ومن سن ممكن تبدا من سن كام؟ ما عنديش سن، يعني من ال 20 انا ممكن ابدا جلسات، ما عنديش مشكله خالص. بالعكس احنا نبدا الكير بدري عشان الناس تبقى فاهمه برضو. الكير بتاعي كل ما ببدا فيه بدري انا بحافظ على بشرتي، بحافظ على شباب بشرتي، ان انا بشرتي ما يظهرش فيها حاجه. انا مش عارفه في بقى مقوله مش عارفه هي خاطئه ولا صحيحه، بتقول ان يعني الجلسات الليزر، استخدام الحقن، النضاره، الفيلر، البوتوكس، ده بقى على سن ال 50 كده. فعايزين بقى نشوف الموضوع ده صحيح ولا نبداه فعلا من واحنا صغيرين ولا لا. بالعكس خالص، يعني احنا كنا في مؤتمرات من سنتين مثلا ولا حاجه، كان يعني كان في فعلا الدكتورز نفسهم طرحوا اسئله، يعني سؤال اللي هو انا ابدا متاخر ولا ابدا بدري؟ يعني هل انا كده يعني بفيد البشره ولا بضرها لما ببدا بدري؟ لا طبعا، الاجابه طبعا ان احنا كل ما بنبدا بدري كل ما انا بدي باخد نتائج زي الفل، او بحافظ على بشرتي. يعني انا هي فكرتي ايه؟ فكرتي ان انا احافظ على بشره فريش يعني بشره صغيره اطول فتره ممكن. لان فعلا احنا بنلاقي بنات سنهم صغير لكن بشرتهم سنها ممكن يدي اكبر ب 10 سنين، فاحنا عايزين نعكس، يبقى نصغر مش نكبر. بالظبط كده، او حافظ على الموجود واحسن اكتر. طيب يعني جلسات الليزر تمام، قلنا هنعمل ايه وبتعالج ايه؟ الليزر مختلف انواعها، الليزر بتعالج ايه؟ الليزر فيه حاجات كتير جدا. تمام، طبعا اكتر حاجه مشهوره في الليزر الليزر ازاله الشعر، او يعني تقليل الشعر عشان نبقى يعني في دقه شويه في الكلام. تمام، طبعا دي انواع وكذا نوع، يعني هي الفكره طبعا مش في النوع قد ما فكره ان انا بشوف نوع البشره اللي قدامي ايه واتعامل معاها. اوكي طيب، جلسات الليزر بتساعد على اشراق البشره او التفتيح؟ لو هنتكلم بقى على التفتيح، طبعا جلسات الليزر في حاجه اسمها الفراكشنال ليزر، ده سحر، يعني حاجه بجد رائعه. الفراكشنال ليزر ده بيحفز لي كولاجين البشره، بيحلل لون الى حد ما، بيعالج. طيب احنا عندنا ندبات لون البشره بيتم عن طريق الليزر ولا ممكن عن طريق الليزر واساليب ثانيه برضو؟ بصي، هي يعني احنا اي حاجه، اي يعني حاجه بنعملها تريتمنت بنعمل حاجات كتير. اوكي، على حسب الحاله اللي قدامنا بنشتغل ازاي، او السكيلي بتاعنا بيبقى ازاي. اوكي، فالليزر فعلا بيوحد البشره، الليزر بيعالج المسام الواسعه في البشره، بيعالج التجاعيد اللي موجوده. بس طبعا مش من سيشن واحده، يعني من جلسات، ولازم صبر شويه. بس نتائجه طبعا رائعه. فراكشنال ليزر من الحاجات طبعا رائعه. في ليزر تاني اسمه كيو سويتش ليزر، ده بيعالج الوحمات الصبغيه واي منطقه غامقه في الجسم. طيب ده بالنسبه للليزر، هنتكلم على الحقن بقى. في احيانا حقن سامعين انها بتعمل على توحيد لون البشره. تمام، فايه الفرق بينها وبين الليزر وانه افضل؟ خلينا ما نتكلمش عن افضليه، يعني نتكلم كل حاله وليها ظروفها. في ممكن حاله تجيلي تقولي انا عروسه وشهري بعد شهر، فرحي بعد شهر. دي غير ما تيجي حد تاني عايز يتعالج وقدامه سنه. انا باخد الجدول بتاعي وبعمل لها جدوله على اساس ده. اللي عندها شهر غير اللي عندها سنه. اللي عندها سنه انا ممكن اشتغل براحتي خالص في الليزر واعالج براحتي خالص وكل اللي احنا عايزينه. تمام، لكن اللي عندها تايم شهر بس، لا يعني انا ممكن لو اوريدي في تجاعيد في الاوره هشتغل بوتوكس على طول، هشتغل فيلر على طول، هدخل على طول بالحقن اللي يديني نتائج سريعه لان انا ما عنديش وقت. فاهميني؟ فالفكره كلها على حسب كل كيس ظروفها ايه وظروف تايم والتايم بتاع شغلها. في ناس ما بتقدرش تقعد في البيت اسبوع مثلا بعد جلسه الليزر. جلسه الليزر بتحتم علينا ان احنا نقعد في البيت لمده ايام بعد الجلسه. بالظبط كده. لكن في احيانا الناس عايزين حاجات سريعه لانهم هينزلوا الشغل. بالظبط. فدي دي برضو يعني هو على حسب، يعني احنا عندنا الحمد لله تريتمنت كتير جدا، بس كل حاله ليها ظروفها وانا بتعامل على ظروف الحاله دي. وبعمل مانجمنت للحاله بحيث ان تاخد التريتمنت بتاعها الصح.
بالحاجه اللي تناسبها اكتر يعني. فاهماني؟ طيب عايزين نعرف الهالات السوداء. في اسئله جايه لنا هنا على الصفحه بتقول الهالات السوداء مشكله فظيعه وكتير بيعانوا منها، نحلها ازاي؟ مشكله الهالات السوداء الاكتر لما بتبقى وراثي. يعني الهالات السوداء ممكن تيجي من السهر، يعني النوم القليل، ممكن تيجي من الارهاق الشديد، الاكل اللي مش مظبوط، قله الميه، كل ده بلس انها ممكن تبقى جينيتك، يعني حاجه وراثيه. دي بقى اللي بتبقى صعبه شويه. يعني احنا طبعا لازم يبقى فيه حاجه برضو برل اللي هتمشي مع الكريمز اللي في البيت، مع سيشنز بتتعمل في حاجه. هل السيشنز دي فعلا افكت بتجيب نتيجه؟ بتبقى كويسه قوي لو انا عندي مشكله يعني بعالجها مع علاج الهالات. لو انا وراثي بتبقى احسن طبعا، مش هنختفي 100% بس هتبقى افضل ما يكون. يعني الفكره ان احنا يعني بس بنوصل. انا سمعت في الهالات السوداء ليها طرق مختلفه، يعني انا سمعت ان في حقن فيتامين سي، في اعتقد جهاز اسمه في كاربوكسي. كاربوكسي في حاجات مختلفه. انت بالزبط. ايه بقى افضل حاجه فيهم؟ ايه افضل استخدام؟ مفيش لان احنا بنسمع كده ومبقاش عارفين نقرر بالظبط. بصي الفكره في الدكتورز اللي قدامك هيقرر ايه. تمام. في ليزر كمان ممكن اشتغل على المنطقه اللي حوالين العين بالليزر. اوقات بيبقى في منطقه حوالين العين ما بتبقاش غمقان، بس بيبقى المشكله في عروق مثلا زرقاء او حاجه. العروق دي حلها ليزر. فكل حاله وليها ظروفها. الغمقان ليه قصه. يعني الهالات السوداء ممكن تبقى نتيجه عروق او سهر، يعني كل حاله ليها كيس، ليها استخدام، ليها نتيجه، استخدام معين طبعا، علاج معين. اللي احنا نقدر نقوله يعني من غير اي علاجات، ان انا انام على قد ما اقدر بدري، اكل كويس، اشرب ميه كتير، الحاجات اللايف ستايل الصح اللي تخلي الدنيا تقل على قد ما نقدر. مع الاهتمام بقى الكير التاني، بس دي حاجات بيزك بتخليني يعني بتساعد البشره انها تبقى كويسه. طيب في سؤال برضو واصل لنا على الصفحه، تساقط الشعر بشكل كبير جدا، يعني علاجه. الاول نتكلم على اسبابه وبعدين ندخل على علاجه. اسباب تساقط الشعر. تمام. اسباب تساقط الشعر ممكن يبقى برضو وراثي او تساقط شعر طبيعي، يعني العادي. يعني العادي ده ممكن من دايت شديد. ممكن الحاله النفسيه بتاثر جدا. جدا. هل صحيح الحاله النفسيه بتاثر على البشره والشعر؟ الحاله النفسيه دي بصي حاجه ممكن تلاقي جسمك عمل ليها رد فعل على حسب بقى هو يرد ازاي، يعني اي عضو من جسمك ممكن يرد على حالتك النفسيه. طبعا البشره والشعر من اول الحاجات اللي بتبان مع الحاله النفسيه. احنا كلنا بنبقى متضايقين شويه، بيبقى شكلنا مش قد كده غير ما تبقي مبسوطه والدنيا كويسه. تمام. فطبعا الاستريس من الحاجات المضره جدا للشعر. جدا. اوكي. في علاج طبعا، في علاجات للشعر كويسه جدا. على حسب بقى، لو تساقط شعر وراثي ليه علاج بطريقه معينه، ولو تساقط الشعر العادي اللي هو ليه اسبابه انيميا او ستريس زياده، يعني يعني سي من حاجه من الحاجات دي، لا ليه قصه تانية خالص. فمهم قوي التشخيص الصح قبل ما ابدا العلاج، لان اوريدي في ناس بتبقى عندها تساقط شعر وراثي هم مش عارفين. وتجيلي تقولي انا بجيب الشامبوز كتير، شامبوهات كتير، وبجيب يعني جربت كل حاجه من حاجات الكوزموتولوجي مالهاش علاقه بالطب. كل ده مش هينفع معايا. اوكي. هي فاكره انها بتعمل كل حاجه لشعرها، واحيانا بيبقى كل في فيتامينز كده يقولوا خدوها وشعركم هيطول وهيتقل، بيجربوا كل حاجه بس كل ده مش مظبوط. انا لما شعري يبدا يقع، وبالذات لما يقع من المنطقه اللي قدام دي، لا ابدا اروح للدكتور فورا. لان ده هيبقى اسمه تساقط شعر وراثي. الوراثي ده لازم الدكتور يعالجه. طب الوراثي ده بيتعالج ازاي؟ في ماده اسمها مينوكسيديل، دي البيز لعلاج تساقط شعر الوراثي. بالحقن؟ لا، الحقن ده مساعد مع المينوكسيديل. الماده دي زي سبراي كده. انا مديلك الماده العلميه مش زي سبراي. المفروض انا بحط 8 بخات الصبح و8 بخات بالليل، او 6 الصبح و6 بالليل. فعلا بتجيب نتيجه؟ طبعا. هي بتحفز الشعيرات الدمويه اللي موجوده حوالين البصيله، هي بتوسعها، فالدم بيوصل اكتر للبصيله فيبدا ينبت. يعني اوريدي الشعر اللي وقع كمان بيطلع. فطبعا هي يعتبر العصا السحريه بتاعه تساقط الشعر الوراثي. فالفكره ان انا ابدا اعرف انا الشعر اللي بيقع ده سببه ايه. عرفت سببه هعرف اعالجه بقى كويس. لكن مش هعالجه من نفسي. طيب بالنسبه بقى للتقشير الكيميائي،
انا سامعه مصطلح كده بس ما اعرفش اصلا يعني ايه تقشير كيميائي. عايزين نفهم ايه تقشير كيميائي ده، هل بيعمل على تفتيح لون البشره ولا بيزيل البقع وبيحصل ازاي؟ هو بيعمل كل ده يعني. هو اوريدي لو عندنا مشكله تصبغات كده مختلفه في البشره، او البشره لونها مش متوحد او حاجه، او اثار حبوب، ممكن التقشير الكيميائي يبقى نتايجه كويسه قوي فيها. على حسب برضو بشرتنا اذا كان هو انسب حاجه ليها ولا لا. اي منطقه غامقه في الجسم برضو التقشير الكيميائي بيبقى كويس قوي فيها. طيب عايزين بقى كده ماسكات نحافظ بيها على نضاره البشره. ماسكات، تمام، ماسكات طبيعيه. احنا قلنا ان احنا هنستخدم داي كريم ونايت كريم، وطبعا هنعمل جلسات، بس حضرتك ما قلتلناش برضو جلسات بواقي الشمس على فكره، ده اهم حاجه. بواقي الشمس، السان بلوك. يعني عايزاهم يطلعوا من الحلقه النهارده بواقي الشمس، يا ريت. بواقي يعني الشمس، يعني ده يعني فعلا العصا السحريه بتاعت البشره الجميله. طب انا سمعت ان بواقي الشمس ده يعني، بس ما اعرفش المعلومه مظبوطه ولا لا، ساعات بيعمل اسمرار في لون البشره ما هو من كثرة ممكن استخدامه. لا خالص. ممكن زمان كان بيبقى في انواع شويه مش كواليفايد شويه، فكان في بيحصل حاجات كده منها فعلا. بس لا، انت بتستخدمي الحاجه المناسبه ليكي. البشره الدهنيه هتجيب لوشنز، تمام، او كري او فلويد، اوكي. البشره الجافه هتجيب حاجه فيها ريتش اكتر، يعني تبقى فيها دهون اكتر، فبتبقى تجيب الكريمز. اوكي. الفكره انك تستخدمي الحاجه المناسبه لبشرتك بس، هتلاقيها ماشيه كويس خالص وعمرها ما هتغمق بشرتك، بالعكس هتحميها. اوكي، ماسكات بقى للحفاظ على نضاره البشره. تمام، ماسكات سريعه بقى كده. اوكي. زي ما قلنا الزبادي ده حاجه رائعه، لان الزبادي فيه حاجه اسمها لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد بيعمل تقشير اصلا، فبالوقت بيفتح البشره، فهو رائع الزبادي. اللبن، سمعت ان في باسكات الحليب بيتحط على البشره. ما هو الزبادي كفايه يعني. هو الزبادي هيقوم يعني هيقوم بدور اللبن خلاص. ممكن خميره للبشره الدهنيه. الخميره ممكن خميره، لو بشره دهنيه خميره مع شويه ملح، مع شويه ليمون. يعني حاجه بسيطه يعني، مش احنا مش عايزين برضو يعني، لان في ناس اوريدي بيبقى عندها حساسيه من الليمون. انا مش عايزه حاجه تضر البشره، انا عايزه حاجه بنسب بسيطه خالص بحيث انها تغذي ما تضرش. البشره الجافه او العاديه ممكن استخدم لها نفس الماسك بس من غير الليمونه بقى، يعني احط زيت زيتون بدل الليمون. الماسك ده لو مشينا عليه شويه هيبقى زي الفل مع زبادي. مع زبادي. طيب احنا برضو قبل ما ننهي الحلقه النهارده، في سؤال جاي لنا، الفيلر والبوتوكس لهم اضرار جانبيه ولا لا؟ ليهم اضرار. نمسك الاول البوتوكس الاول. طب عشان نعرف الاول اذا كان ليهم اضرار، نعرف الاول ايه البوتوكس وبيعمل ايه. تمام. البوتوكس ماده بحقنها جوه العضله عشان تعملي ارتخاء في العضله. ليه بعمل ارتخاء في العضله؟ عشان العضله كل ما هي يعني، انا العضله بتاعتي لو قويه، كل ما هي بعمل اكسبريشن، بكشر كتير، بضحك كتير عشان المنطقه اللي حوالين العين. بتتعمل في انهي منطقه بالظبط من الوش؟ البيز بتاع البوتوكس ان احنا بنعمله فوق ده، في العين حوالين منطقه العين وفي القوره. ده البيز بتاع يعني. وبنبدا البوتوكس من سن كام بالظبط؟ عادي جدا، حاجه لو حاجه و20 وعندنا مشكله هنبدا. طب مش عندنا مشكله هنا او العضله استخدامنا للبوتوكس، لو احنا مثلا سي بدانا، انا بدات من 25 سنه ولقيت خط كده وقمت رايحه عاملاه، ممكن يبقى ليه تاثير على المدى البعيد لما اوصل بقى لل 50 ولا سيف؟ بالعكس، انت حافظتي على بشرتك. مفيش اي تاثير. سي انا عندي 20 سنه والعضله عندي قويه جدا. طب ما انا عبال ما اوصل لل 30 انا اوريدي هبقى في خطوط ظهرت في بشرتي، يبقى ايه لازمتها؟ ايوه. اوكي. فبالعكس، انا كل ما ببدا بدري، خلينا القاعده كده، كل ما بنبدا بدري كل ما باخد بشره صحيه وجميله وبحافظ على بشرتي اطول فتره ممكن. تمام. فالبوتوكس بيفرد لي منطقه العين ومنطقه على راس هنا. القوره هنا. طيب بتقول في اضرار جانبيه، هم عايزين يتاكدوا مفيش خالص. الاضرار الجانبيه للبوتوكس لو انا حقنته بطريقه غلط ممكن يعمل شويه ارتخاء للجفن، بس بيروح يعني، ما فيش مشكله منها يعني. شويه وبتروح، ما فيش مشكله خالص، ما تخافش منها. ده اكيد حسب كفاءه الدكتور بقى. على حسب ايه الدكتور. لو في مشكله حصل في الحقن نفسه هتبقى المشكله دي. لكن مش في الماده. لا، مش في الماده. الماده لو مش كويسه مش هتجيب لي نتيجه شويه، لكن لو الحقن مش كويس ممكن يحصل الموضوع ده. بس شويه بيروح يعني، هو مش حاجه دايما برضو، ما تخوفناش قوي يعني. فهو ما فيش اضرار قوي نقدر نقولها للبوتوكس يعني. طيب الفيلر الاول، ايه الفيلر وبنستخدمه ليه؟ تمام. وايه الاضرار الجانبيه بتاعته؟ الفيلر حاجه اسمها فيل، يعني انا بملى بيها. بملى ايه بقى؟ بملى اي خط عندي في بشرتي. اوكي. لو انا اوريدي ظهر عندي الخط، املاه شويه فيلر عشان ما يزيدش اكتر.
او لو حد محتاج شويه يعمل زي اوجمنتيشن، يعني يكبر شويه مثلا خد او حاجه، حد خس شويه بعد دايت شديد ممكن اعمل فيلر. منطقه تحت العين برضو اوقات بتبقى داخله لجوه شويتين فبنطلعها لبره بالفيلر. تجويف العين، التجويف اللي بنملى تجويف العين بالفيلر من تحت، مش من فوق. طيب ده برضو الأضرار اضراره بقى. في اضرار طبعا بس قليله جدا وبتحصل بنسبه تقريبا 1%، وبرضو هتبقى تبع الدكتور، يعني لو الدكتور حقن بطريقه غلط. غير طب كده ايه الفرق بين الفيلر وانا مش عارفه هما واحد ولا ايه؟ يعني في احنا بنسمع في حقن لنضاره البشره، هل هو هو الفيلر؟ وفي فيلر يقول لك في فيلر للمناطق الجزئيه، فايه الفرق بين دي ودي؟ بصي الفيلر حاجه بملى بيها ومع اني بملى بيها بتديني نضاره لو انا هستخدم مواد طبيعيه زي الهيلورونيك اسيد. اوكي في فيلر نوع تاني بيقعد فتره اطول، بس اللي احنا لو استخدمنا هيلورونيك اسيد ده حاجه افيد كمان للبشره وامن للبشره. اوكي يعني اتكلمي على حقن نضاره. حقن النضاره دي انواع كتير عباره عن ايه؟ ما انا عايزه اعرف يعني. تمام. انا بروح للدكتوره انا عايزه حقن نضاره وبنزل وشي بقى نضاره بقى نضاره عايزه اعرف ايه بقى فيها ايه بالظبط. حقن النضاره احنا ممكن نصنف حقن النضاره حاجات كتير، في حاجه اسمها برضو هيلورينك اسيد بتاعت يعني زي الفيلر بس يعني بتبقى اسمها نون كورس لينكد شويه، يعني ما بتمليش تديني النضاره بس ما بتمليش. تديني النضاره ازاي؟ ان هو هو مولوكيول بيمتص الميه في البشره، فانا لما بحطه في المكان اللي فيه مكان البشره انت محتاجه ايه؟ بشرتك اصلا محتاجه ايه؟ رطوبه تمام؟ عشان ما تجعدش محتاجه انها تديكي نضاره ايه؟ الميه. اوكي فهو بيمص الميه دي في البشره. دي حقن نضاره لو اتكلمنا على الهيالورونيك اسيد. لو اتكلمنا عن في حاجه اسمها بلازما اكيد كل الناس سمعت عنها. البلازما دي حاجه كويسه جدا، يعني احنا بنستخدمها علشان اعاده تحفيز الكولاجين بتاع البشره. يعني هي بتبقى زي او برر للليزر بس بطريقه معينه، يعني بطريقه كيميائيه شويه. يعني الليزر بيشتغل بطريقه معينه عشان يحفز لي الكولاجين بتاع البشره. والبلازما برضو بتعمل. طب انا بقى اقدر يعني انا دلوقتي رايحه انا عايزه اخلي بشرتي نضره، طرق كتير وعلى حسب وقتك. اختار ايه؟ يعني اقول بلازما ولا انا ولا هو الدكتور هو اللي بيحدد الحاجه؟ اكتر حد يعرف يحدد لك الدكتور. هقول لك على حاجه. في ناس بتيجي تقول لي مثلا انا عايزه بشرتي كذا، عندي مناسبه كذا. اوكي اقول لها احنا نعمل كذا، تقول لي لا بس انا وقتي ما يسمحش. بصي هقول لها انا هعمل لك بس بالنتيجه اللي مش هترضيني هترضيكي انت واوريدي، وبعد كده بترجع تقول لي لا اعملي اللي انت كنت قلتي لي عليه. فالفكره لا الدكتور بيبقى شايف، يعني هو شايف اعمل ايه لايه، هو فاهمه قصدي؟ أيوة. لان البشره طبقه يعني طبقه خارجيه وفي طبقات للجلد، انا ممكن اغذي من جوه وممكن اهتم بال مش فاهمه قصدي؟ انا مهتم باللي جوه باللي بره مع بعض عشان يديني في الاخر ريزلت كويس. طبعا الدكتور اللي هيقول لك. البلازما حاجه يعني نقدر نقول عليها انها حقن نضاره. اوكي لانها بتديني بالتايم وبالسيشنز نضاره. مش من جلسه واحده خالص. في ناس بتعمل جلسه جلسين وتقولي لا انا ما عملتش نضاره معايا، لا هي عمرها ما هتعمل معاكي نضاره من جلسه. طيب تقولي ايه بقى للناس اللي ممتنعين تماما عن الاهتمام بالبشره وبيقولوا لا احنا لسه عندنا عشرينات وثلاثينات مستنيين لحد ما يبقى عندنا ستينات، تقولي لهم ايه؟ احنا عايزين كلنا نبقى بشرتنا كده نضره ونهتم بنفسنا ونهتم بمظهرنا وجمالنا. لان دي فعلا حاجه بتنعكس على نفسيتنا. انا اما ابقى مهتميه بنفسي ونازله كده بيجي لي ثقه في نفسي واقدر اشتغل واقدر انجز. بالزبط. غير لما انا حتى انا في بيتي مع زوجي واولادي بيبقى في انطباع تاني خالص مختلف تماما عن لو انا قاعده كده ويعني مش في دماغي. اكيد اكيد. فاحنا عايزين نغير ثقافه المجتمع ونحسهم كلهم انهم يبداوا فعلا يخرجوا بقى بره الفكر ده ويبداوا بره الثقافه القديمه. بره الثقافه القديمه. عايزين نقول لهم ان دي مش ملهاش علاقه بسن، ده ليها علاقه بالاهتمام بالنفس، بتنعكس بثقتك بنفسك، بتقدري تنجزي وبيبقى عندك طاقه ايجابيه. كلمه توجهها بقى لهم. يعني انا نفسي بس اقول لكل فيميل يعني حبي نفسك شويتين ثلاثه، يعني هي الفكره في كده. هي لو حبت نفسها هتحب تشوف نفسها حلوه. مش هتحبي تشوف نفسها عندها ديفكت او فيها ديفو. يعني هي دي يعني يمكن الكلمه الصحيحه، انها تحبي نفسها، يعني تحبي انها تشوف نفسها في احسن حاجه. يعني هي لو 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 فعلا اوكي ماشي. ميرسي جدا يا دكتور، معلش الوقت بقى. ميرسي جدا يا دكتور امال. وبنشكرك جدا جدا وبنشكركم كلكم. وزي ما دكتور امال قالت لنا حبي نفسك وحبي نفسك على فكره
مش حبي بس، لا حبي كمان نفسك، ونبدأ نهتم بنفسنا علشان دي حاجة هتأثر على نفسيتنا، هتدينا ثقة بالنفس، هتدينا طاقة للإنجاز، طاقة إيجابية. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم بعد كده في حلقات قادمة، وإلى اللقاء، سلام عليكم.